تشارك وزارة الداخلية بمختلف إداراتها في يوم البحرين الرياضي في إطار التشجيع على دور الرياضة في بناء الإنسان السليم والمجتمع الصحي بما يسهم في مضاعفة العمل والإنجاز على المستوى الوطني. وفي إطار فعاليات يوم البحرين الرياضي أقام الاتحاد الرياضي للأمن العام عددا من الفعاليات الرياضية المتنوعة، حيث يعتبر يوم البحرين الرياضي حدثا وطنيا يعزز من مفهوم الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع. بدأ اليوم الرياضي بعد قرار أصحاب السمو المعالي الرؤساء اللجان الأولمبية، وبعد تخصيص يوم نصف يوم عمل في الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام ابتداء من 2017 وحتى يومنا هذا في 2022، ووزارة الداخلية دائما سباقة المشاركة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حرصنا السنة أن احنا طبعا نتبع جميع الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي لمملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا. شاركنا بفعالية كبيرة تشتمل على ألعاب كثيرة ومختلفة، أيضا عندنا قسم الخيالة بشاركة الخيالة، عندنا أيضا عندنا الدفاع المدني وعندنا الألعاب الخاصة بالدفاع المدني واللي يكون فيها مزيج ما بين لعبة بدنية قوية تحتاج إلى قوة ولعبة، وبالإضافة إلى هي ممارسة لمهنة الدفاع المدني. كثير من الألعاب حقيقة اللي احنا ننفذها اليوم في اليوم الرياضي الوطني مشاركة مع أخواننا بالمؤسسات والشركات والوزارات. تهدف مشاركة وزارة الداخلية بمختلف إداراتها بيوم البحرين الرياضي إلى تعزيز الصحة العامة والوعي بأهمية الرياضة، فهي من تعد جزءا أصيلا في حياة رجل الأمن لتزيد من قدراته العملية في تنفيذ الواجبات الموكلة إليه على أكمل وجه، وهي من تعتبر قيمة أساسية في بناء الفرد والمجتمع.